مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج التاسع. الحقيقة أنه كلنا السنين اللي فاتت شفنا شباب زي الورد أخذ فرصة وتمكن في وظائف كانت محتاجة خضرات الشباب، محتاجة العقول الجديدة، العقول اللي فيها أفكار برا الصندوق. خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تمكين قيادات شبابية، أعتقد كل واحد فينا في محيطه شاف ده في كافة المناصب الحكومية والوظائف اللي يمكن كانت الشباب ما بتوصل لهاش. وده الحقيقة ما جاش من فراغ، سنين من هذا التمكين والتحضير للعقول الشابة دي علشان تمسك هذه الوظائف القيادية. زي ما شفنا بقى عندنا الأول نواب محافظين شباب، بعدين بقينا بنشوف محافظين ومحافظات شباب إعلاميين وقيادات إعلامية شابة في كل الحقيقة مناحي العمل السياسي والاجتماعي. بقينا بنشوف الشباب حاضرين وبقوة وبثقة غير مسبوقة، لأنه الحقيقة هي مسألة إن هم يكونوا جاهزين لده، يتم إعدادهم بطرق عدة وببرامج اشتغلت عليها الدولة لسنين طويلة علشان لما يتحملوا هذه المسؤولية يكونوا قدها ويستمروا. ونشوف قدرات الشباب المصري وهو بيتقلد الوظائف دي ازاي يقدر انه يدي فيها بشكل مختلف، ازاي يقدر انه يعمر هذا المستقبل اللي الحقيقة تحدياته مش سهلة ابدا، وانه يبقى عندك جيل واعي بكل هذه التحديات، عارف احتياجات بلده وازاي يقدر يستثمر المتاح علشان يقدر يلبي هذه الاحتياجات. دي كانت نقطة مهمة وفارقة شفناها خلال السنين اللي فاتت، وبالتأكيد دي هتكون حاجة مستمرة في الولاية الجديدة، لأنه الشباب بياخد الفرص اللي يقدر بيها يثبت جدارته ونفسه. ده بالتأكيد يعود على هذا المجتمع وهذه الدولة الشابة بكثير من النفع. الحقيقة أنه الشباب هم البناء القوي لهذا المجتمع وهذه الدولة، والبناء فيهم وإعدادهم إعداد لمجتمع قوي يقدر أنه يخطو في المستقبل بخطى ثابتة. خلينا ناخد على الهاتف أستاذ مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بحضرتك، وإزاي شايف البرامج والآليات اللي اشتغلت عليها الدولة المصرية خلال السنوات اللي فاتت في تحقيق مسألة تمكين الشباب؟ اهلا بك يا هدير، واهلا بمشاهدينك الكرام، وسعيد ان انا اشارك معاكم. خلينا نعرف ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطه في 2014 وهو يضع على عاتقه الاهتمام بقطاع الشباب، لانه القطاع الاكبر ما بين العدد السكاني او التعداد السكاني في جمهوريه مصر العربيه. وده اتضح ان في 2016 اطلق سيادته مبادره ان يكون عام الشباب، وعلى مدار 8 سنوات توالى الدعم لقطاع الشباب في جمهوريه مصر العربيه. وأستعرض مع حضرتك دلوقتي المحطات الرئيسية اللي اتضح من خلالها إيمان السيد الرئيس بالشباب ودعمهم اللامحدود. في عام 2016 يعني خصصنا على ما أعتقد 2016 تم تخصيص مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب، وتخصيص نسبة من الأراضي للشباب في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان. خليني كمان في 2016 أصبح عام تمكين الشباب، وبناء عليه أعلن السيد الرئيس عن عدد من القرارات لتفعيل دور الشباب، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. صحيح. وطبعا كلنا عارفين ان يعني خريجين برنامج الشباب الرئاسي توزعوا زي ما قلت في مقدمتك على نواب المحافظين ونواب الوزراء. معلش عايز اتوقف مع حضرتك هنا يا استاذ مصطفى، مساله طبعاً. انه نعد قاده وبعدين يتم توظيفهم في مكانهم الصحيح اللي يمتلك منهم الرؤيه والقدرات على انه يثبت جدارته في هذه الوظائف. ازاي ده بيعود على الدوله وعلى مؤسساتها وعلى المجتمع ككل بنفع؟ خلينا نقول ان مصر دائما ما كانت تعاني من وجود خبرات او وجود قيادات يعني يتم ترشيحها للاماكن، وتبقى القاعده اللي بيتم الاختيار منها بتكون محدوده للغايه. ان انا اجيب مجموعه من الشباب وامنحهم الدورات التدريبيه اللازمه واصنع منهم قاده للراي وقاده للقرار في المستقبل، وبعد كده يتم توزيعهم على اماكن حساسه واماكن ذات مسؤوليه، ويتم تفعيلهم مش وجود موظفين في المكاتب وخلاص. صحيح. لا، يشاركوا في صناعه القرار، يشاركوا في اتخاذ القرار، ينزلوا الشارع يشوفوا المشكلات الحقيقيه اللي بيعاني منها الناس، ويعودوا لمكاتبهم علشان يضعوا حلول لهذه المشكلات. ده اعتقد على مدار الثمان سنوات اللي فاتت افرز لنا قاعده كبيره جدا من المسؤولين اللي هنشوفهم خلال السنوات القادمه، يعني يجلسوا على مقاعد المسؤولين في مصر ويكون عندهم خبره طويله وخبره كبيره جدا ان هم ينجحوا في اماكنهم. اعتقد
يعني بعد مرور 10 سنوات من الممارسه الفعليه للادوار اللي تم تكليفهم بيها، وبعد صقلهم زي ما قلت لحضرتك بدورات تدريبيه وبخبرات كبيره جدا هينعكس على ادائهم الوظيفي والحكومي، وبالتالي المواطن البسيط هيستفيد من التواصل مع المسؤولين. نعود للنقطة الأولى وهي البرامج والآليات اللي حضرتك شايف أنه مكنت الدولة المصرية من النجاح في تمكين قاعدة كبيرة من الشباب. خلينا أقول كمان أن تخصيص برامج لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب دي من أهم الخطوات اللي اتخذتها الدولة المصرية، واللي انعكست على الكثير من قطاع الشباب اللي بيبحثوا عن مشروعات يعني يبدأوا بيها حياتهم. خليني اقول ان اهتمام الدوله برفع كفاءه مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه واحياء قصور الثقافه واطلاق منتدى للحوار مع الشباب كانت من الخطوات المهمه اللي اتخذها الدوله المصريه علشان تورينا قد ايه مهتميه بقطاع الشباب. صحيح. استقبال اربع دفعات زي ما كنت بقول لك ضمن البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده منذ تاسيسه لانشاء قاعده شبابيه قادره على تولي المسؤوليه في الدوله، واتكلمت انا مع حضرتك في النقطه دي. تنظيم ثمان نسخ ضمن المؤتمر الوطني للشباب، ثمان نسخ انطلق اولها عام 2016 كملتقى للشباب مع مؤسسات الدوله، وافرزت عن تدشين منتدى شباب العالم في 2017، وكلنا عارفين ان حدث يعني منتدى شباب العالم دوت يعني حدث عظيم حصل على ارض مصر، وحضروا الاف الشباب من مختلف دول العالم علشان يحتكوا بالشباب المصري وتحصل تبادل الخبرات والثقافات، وشفنا مردود ده كويس عامل ازاي. صحيح. استاذ مصطفى، احتياجات هذه القاعده الشبابيه في الولايه القادمه وايضا مسؤولياتها. اعتقد ان انتخابات مجلس النواب القادمه يعني مجلس النواب الحالي فيه مجموعه كبيره جدا من الشباب ومجلس الشيوخ، اعتقد هتكون المحليات انتخابات المحليات القادمه هيترشح فيها مجموعه كبيره جدا من الشباب المصري، وهيكبوا فرصتهم وهينجحوا ان شاء الله علشان يعبروا عن اصوات الناخبين ليهم، وبالتالي هتكون انتخابات النواب القادمه في مجموعه كبيره اكثر من موجوده حاليا منضمه ليهم، وده هينعكس على الحياه السياسيه اللي موجوده في مصر، وهيفز لنا وجوه جديده جدا يعني تامل بالعبور الى الجمهوريه الجديده اللي بدات يعني منذ اعلان السيد الرئيس او من ادائه القسم منذ بضعه ايام. اعتقد ان مصر تمتلك يعني قاعده كبيره جدا من الشباب قادره تلبي طموح الشعب وتلبي احتياجات الشعب خلال الفتره اللي جايه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. فاصل ونرجع مستمرين مع حضراتكم والتاسعة. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. المسلسلات اللي بتتناول الدراما الشعبيه الحقيقه يعني بيبقى ليها صدى كبير في الشارع ونجاحها بيبقى واسع وسط الناس، والحديث عنها بيكون حديث مستمر. ومن المسلسلات اللي محققه نجاح كبير السنه دي في دراما رمضان هو مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي، واللي بيقدم دراما شعبيه مميزه ولون خاص بيه جدا هو اختاره ومحقق فيه نجاح وانتشار كبير بين الناس. والحقيقه ان كل الناس في الشوارع بتتكلم عن مسلسل حق عرب ومستنيين عرب يرجع وياخد حقه من المعلم عبد ربه، ومتهيألي احداث الحلقه اللي فاتت امبارح ابتدت نشوف ازاي هيرجع عرب وياخد حقه. من النجوم المتميزين جدا في المسلسل الفنان احمد عبد الله اللي بيقدم دور مميز جدا، وهو يعني اتقدم في الدراما الشعبيه وهو شايف اعتقد يعني انه اللون ده الناس شايفاه فيه بشكل كبير. خلينا ناخد على التليفون الفنان احمد عبد الله. اهلا بيك وكل سنه وانت طيب، وببارك لك على نجاح حق عرب. اهلا يا هدير، ازيك؟ كل سنه وانت طيبه وكل مشاهدين التلفزيون المصري بخير وبسلام يا رب. بعد السنه اللي فاتت وجعفر العمده الناس يعني شايفه انه انت نجحت بشكل كبير في اللون ده، والدراما الشعبيه دي قريبه من الشارع المصري، ازاي شايف انه قدرتوا تقدموا ده من خلال حق عرب؟ طبعا انت عارفه ان القوام الرئيسي للشعب المصري هو الحاره الشعبيه، او الحاره في مصر هي يمكن اغلب الشعب الموجود في المنطقه الشعبيه، وده اساس الشعب المصري، فالحواديت بتاعتها ما بتخلصش. يعني الحواديت ما بتنتهيش، ودايما لما بتتكلمي عن الحاره المصريه والشارع المصري دايما بيبقى فيه قصص كتير وحواديت كتير، لو قعدنا نفرد لها سنين طويله مش هتكفينا، فلذلك المنطقه دي دايما بتلمس الناس، دايما بيبقوا حساسين جدا تجاه علاقات الاب بابنه، الصديق بصديقه، العلاقات دي كلها اللي متشعبه وطالعه من جذور الحاره المصريه بتأثر جدا جدا في الشعب يعني. فالحمد لله وشكر للمسلسل
لمس الناس، لان هو بيتكلم برضو هتلاقي كل العلاقات الانسانيه اللي موجوده في الحاره المصريه موجوده في المسلسل، فبالتالي طبعا لمس الناس جدا جدا وعلم معاهم يعني الحمد لله. وناويين تاخدوا حقكم ازاي بقى عشان الناس كلها منتظره يعني؟ وابتدينا امبارح نشوف الحلقه، انا لسه ما اتفرجتش النهارده لكن الناس منتظره، والمشهد امبارح بتاع باتنين ونص والفنان احمد العوضي بيقول لك الزعيم قال كده، فكان الزعيم قال في حد ينسى؟ ما حدش ينسى الزعيم يا كبير. اه طبعا طبعا طبعا، هو طبعا شوفي تخيلي يعني 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 حجم قامة الزعيم، ان هو بمجرد ما بيذكر اسمه طبعا الحلقه كلها اختزلت في المشهد بتاع حد ينسى الزعيم، والنجم احمد عوض يقول انا كمان بحب الزعيم وعشان خاطر الزعيم، قامه كبيره ده لسان حال المصريين كلهم. فالحقيقه كانت لفته كبيره وقويه وجميله في مسلسل حق عرب. طبعا الحمد لله والشكر لها، يعني هو جزء من الحق رجع امبارح، لكن هو يعتبر بدا الصراع يعني يعتبر بدا الصراع ما بين عرب وعبد ربه مباشره، هم وقفوا قصاد بعض امبارح ولعت خلاص، ولعت بقى خلاص. ويكاد يكون عبد ربه قال له يعني انت زي ما 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 المحل بتاع ابوك ولع، فهتشوف بقى هنعمل ايه. فبقى في دلوقتي يعني مباشره جدا جدا، لان الصراع هيحتدم بقى ما بين الاثنين ونشوف. ومش لازم دايما خلي بالك المظلوم اللي يفوز يعني، صحيح انت عارف ما احناش عارفين بقى هتودينا فين الدراما ان شاء الله. طب كمان عايز اسالك على صلاح في بيت الرفاعي والتعاون مع الفنان امير كراره، وتحكي لي اكتر عن يعني اختيارك في الشخصيه وازاي حضرت نفسك للمسلسل. انا ده ثالث عمل ليا مع النجم امير كراره. انا اشتغلت معاه كلبش اثنين، واشتغلت مع نسل الاغراب، واشتغلت بيت الرفاعي، بس يعتبر اول تعامل ليا مع المخرج الكبير احمد نادر جلال. هي شخصيه جميله، وكان يعني كنت مهتم جدا ان انا اشتغل مع مخرج كبير زي الاستاذ احمد نادر جلال والنجم امير كراره. وحضرناها كانت هي شخصيه يعني في اول الحلقات كده ليها علاقه شويه بالنجم امير كرار، ان انا متجوز طليقته وبحاول شويه ان انا يعني اضايقه او ان انا يعني ارشد عنه او كده، فكان دي الدور بتاعه كان منحصر في المنطقه دي، وكان دور جميل حضرناه وخد مراحل التحضير العاديه لاي شخصيه يعني لاي شخصيه. برضه المسلسل بيتناول صراعات الورث والصراعات بين ولاد العم بشكل كبير، وده يمكن بيحصل في بيوت كتير. هو بيوريكي في النهايه اللي ما بني على باطل فهو باطل. يعني لو اسست ثروتك واسست تجارتك وحياتك مهما نجحت، واسست كل هذه الثروه على شيء مش حقيقي او على شيء او على مال حرام او على دخل بطريقه غير شرعي، ووصلت وكونت اسره وكونت مستعمره كبيره جدا جدا جدا، في النهايه هي الى زوال، في وقت من الاوقات هتبقى الى زوال. فبيعلم الناس ان ما بني على باطل فهو باطل، ان الواحد طبعا يحاول طول الوقت يتحرى الامانه والصدق والمال الحلال عشان المركب تعدي يعني. واخبار الطب ايه يا دكتور؟ الطب جميل والله يا جميل. أنا ببارك لك والله، ومستنيين أكتر يعني. التمثيل والفن يعني الحقيقة هو اللي واخد حياة الواحد الحمد لله والشكر لله، ويا رب الواحد يحقق كل طموحاته فيه يا رب إن شاء الله. بإذن الله، كل سنة وأنت طيب، ألف مبروك حق عرب وبيت الرفاعي، ومنتظرينكم في الحلقات القادمة. إن شاء الله، وأنت طيبة والشعب المصري ومشاهدين كلهم بخير يا رب. الفنان أحمد عبد الله شكرا جزيلا على وجودك معنا. الحقيقه الحديث مستمر عن دراما رمضان، ويمكن احنا السنه دي محظوظين بمجموعه كبيره من الموسيقيين الرائعين، كبار الموسيقيين اللي اشتغلوا في دراما رمضان، مجموعه من التترات المميزه جدا في هذا الموسم الرمضاني، وجبه دراميه دسمه، كان عندنا يعني قصادها وجبه موسيقيه دسمه جدا ايضا، لازم نقف قدامها ونفهم ابعادها وتفاصيلها، لانه الحقيقه احنا يعني قدام رحنا شفنا رباعيات الخيام بتتقدم بعد ما قدمتها الست ام كلثوم، وده تحدي كبير مش سهل في الحشاشين. والموسيقى التصويريه الحقيقه برضو كان ليها بعد تاني، ان هي تاخدك توديك في عالم تاني خاص بالمسلسل ده، تنقلك بروحك وبوجدانك تعيشك في كل تفاصيل المسلسل. ناخد من التراث الفلسطيني، وده شفناه في مسلسل مليحه، يعني الحقيقه دايما تترات المسلسلات بتربطنا بيها بشكل كبير. لو نرجع كلنا لما نسمع موسيقى ليالي الحلميه ويعني دموع في عيون وقحه، رأفت الهجان، يعني المال والبنون، حاجات كتير ما ينفعش نتغفلها ولا ننساها. مين في تترات رمضان السنه دي وفي الموسيقيين قدروا انهم
يصنعوا هذه الموسيقى الخالدة العابرة للزمن؟ هنعرف مع حضراتكم ونفهم بالتفصيل. معنا دلوقتي الناقد الموسيقي أحمد السماحي، أهلا بيك وكل سنة وانت طيب. من وجهة نظرك مين من الموسيقيين قدر أنه يصنع الفارق بالموسيقى التصويرية وأيضا التترات وغناء التترات في موسم دراما رمضان السنة دي؟ اولا مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين وكل المشاهدين طيبين. اهلا بحضرتك ورمضان كريم على الجميع يا رب، وعيد سعيد باذن الله. الايام خلاص بقى دخلنا على العيد. كل سنه وحضرتك بخير. كل سنه وانتم طيبين. والله انا بشوف السنه دي ان السنه دي كان مليء، نظرا ان الموسم كان مليء بالمسلسلات الكثيره جدا، حوالي 33 مسلسل، وبالتالي المسلسلات كان فيها عدد كبير جدا جدا من التترات اللي بعضها أصاب وبعضها أخفق لم يقدم الجديد أو المختلف. عندنا مجموعة من الموسيقيين الرائعين اللي قدموا تترات رائعة وعظيمة. شفنا تتر مسلسل الحشاشين، أمين بوحافة عمل تتر عبقري من خلال وخلى وائل الفيشني، واحنا يمكن من خلال في اتكلمنا عنه قبل كده في نفس البرنامج. فبالتالي هو من التترات المميزه جدا واللي نجحت جدا واللي هتفضل عالقه في الاذهان فتره طويله جدا. في المقابل له برضه مسلسل رائع، موسيقى رائعه قدمها كموسيقى تصويريه كتتر عزيز الشافعي في جودر، عمل موسيقى تجنن عظيمه، وبرضه من الموسيقى من المؤلفات الموسيقيه اللي تظل كثيرا جدا واتمنى ان هي تعزف. استاذ احمد، ده كمان كان تحدي في جودر ان احنا، لانه الناس عندها يعني ألف ليله وليله حافظين الموسيقى وعارفين، فالعوده للنوستالجيا دي تحدي كبير مش سهل. جدا جدا تحدي كبير، واللي نجح فيه كمان شادي مؤنس داخل العمل في الموسيقى التصويريه للعمل. شادي مؤنس قدم استعراضات رائعه، ويمكن شفنا بعض الاستعراضات في الحلقات اللي فاتت، احنا لسه الحلقه العاشره، شفنا مجموعه من الاستعراضات الرائعه اللي قدمها شادي مؤنس بخلاف الموسيقى التصويريه، خلاف الموسيقى اللي قدمها التتر اللي قدمه عزيز الشافعي، وبرده وتفوق فيه عزيز الشافعي على نفسه. كمان من الموسيقيين خالد حماد قدم اكتر من تتر كان رائع جدا، عتبات البهجه كان برضو موسيقى مختلفه وجميله جدا. خالد حماد قدم اكتر من تتر كان برضو يعني لافت جدا للنظر. عندنا مجموعه من، فضلا عن مجموعه من الاغنيات المهمه جدا، ابرزهم واللي احب اتوقف عنده هو تتر مليحه. مليحة تتر هز فنانة الجميلة أصالة، طبعا أصالة أزعج الإسرائيليين، وده يمكن لأول مرة تتر مسلسل يزعج إسرائيل. وكان وإسرائيل شنت حملة شعواء وهجوم شرس على تتر مليحة، وحاولت تحذفه من على كل منصات المواقع التواصل الاجتماعي، ومن على وبتحاول دلوقتي ان هي تشيله من على اليوتيوب. هي حاولت ان هي تحذفه من يعني الفيسبوك واكثر من المنصه، لكن التتر ما زال يحقق نجاح جماهيري لان هو تتر مختلف تماما عن كل اللي احنا سمعناه قبل كده، وتتر بيعتمد على الترويده الفلسطينيه والفولكلور الفلسطيني، وبالتالي هو تتر يعني صفعه في وجه اسرائيل، ان هي بتقول له ان احنا ان الشعب العربي كله واقف ضد مع القضيه الفلسطينيه ومع الفلسطينيين بقلبه وروحه، والدليل اللي قدمته اصاله من خلال تتر مسلسل مليحه. صحيح. فده من التترات المميزه جدا. شفنا حمزه نمره لاول مره في تترات رمضان في سر الهي، شفنا وائل الفيشني في بيت الرفاعي، وطبعا في الحشاشين قدم اكتر من. عايز اتوقف مع حضرتك هنا، والحقيقه انه اداء وائل الفيشني في تتر الحشاشين ولما يغني رباعيات الخيام اللي غنتها السيده ام كلثوم ده تحدي كبير، لكنه الحقيقه من وجهه نظري المتواضعه واعتقد ناس كتير شايفه كده نجح بشكل كبير في ادائه ده. ومساله رؤيه امين بوحافه التونسي يعني للموسيقى ورؤية السنباطي والتناول اللي تم ده، أعتقد هنا
تحدي كبير نجحوا فيه صناع الحشاشين. بالضبط، انا بشوف ان كان قدامهم تحدي كبير جدا جدا، لان عمل خالد خلود الاهرامات اللي هو رباعيات الخيام، ازاي اقدر انت يعني ازاي انا اقدر في 2024 اقدم عمل يوازي هذا العمل، الواحد لم يكن يحلم ان في عمل يتفوق على عبقريه الصنباطي، لكن ياتي امين بوحافه ويقدم عمل لا يقل نجاحا واهم عن ما قدمه الصنباطي من خلال موسيقى مختلفة تماما وموسيقى عصرية، وداخل العمل نفسه موسيقى تجنن بعيدة عن التتر كمان اللي غناه وائل الفيشني، فداخل العمل موسيقى حلوة جدا جدا، ومن خلالها قدر مين بوحافة ان هو يدخل داخل روح الدراما. صحيح. وده صعب جدا، وينقلك كمشاهد للعصور دي ويتنقل بالظبط كده، ويتنقل من عصر لعصر ومن مكان لمكان، فده من خلال الموسيقى. يعني احنا من خلال الموسيقى شفنا تنقل حسن الصباح او المريدين له او بعض المتابعين ليه، فمن خلال اكتر من بلد وكلهم، والموسيقى كانت بتختلف وتتلون من بلد لبلد، فده يحسب لأمين موسيقى بحاجة. معينه تحسسك انك في اصفهان وغيرها بالضبط. انت جوه قلعه ألموت. الحقيقه يعني كان موسم درامي رمضاني حافل بموسيقى، احنا يعني الحقيقه محظوظين جدا بكل الموسيقيين اللي اشتغلوا في هذا الموسم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الموسيقي احمد السماحي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاصل ومكملين مع حضراتكم في التاسعه. أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلاص أيام قليلة، بنودع رمضان، ربنا يعود علينا الأيام دايما بالخير والبركة والرحمة، وكمان بنودع موسم درامي رمضان قوي جدا، أبطال وقصص وحكايات وقضايا كتير عشنا معاها طول الشهر الكريم. عندنا الحقيقة تنوع مبهج من المسلسلات ونخبة كبيرة من نجومنا الكبار ونجوم الشباب المنورين هذا الموسم. تابعنا مع حضراتكم خلال الشهر الكريم يمكن أهم يعني اللقطات اللي حصلت في المسلسلات، أهم المشاهد اللي الناس تأثرت بيها، كل الترندات اللي حصلت، قربنا تفاصيل كتيرة موجودة داخل الأعمال الفنية سواء مع الأبطال مع المؤلفين مع صناع العمل. خلونا النهاردة يعني نتكلم بشكل عام عن مميزات هذا الموسم الرمضاني الدرامي مع الناقد الفني رامي المتولي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. بصفة عامة شايف إيه أكتر حاجة مسيطرة على الموسم ده؟ ويمكن إحنا عندنا تنوع الحقيقة في الموسم، لكن لو شايف في صفات غلبة على الموسم السنة دي إيه هي؟ هو التنوع زي ما حضرتك قلتي، يعني الفروع نفسها فيها أنواع بكل الأشكال والصور. الكوميديا، شفنا كوميديا فرس، شفنا كوميديا موقف، في كوميديا سودة كمان، في أكتر من مسلسل شعبي بتنوعات، جريمة وبعد اجتماعي، شفنا مسلسل. طب لو هنتوقف عند الدراما الشعبية، الدراما فضل. الشعبية السنة دي قدمت إيه جديد عن اللي كانت بتتناوله في السنوات اللي فاتت؟ لأنه على وجه التحديد كان في انتقادات كتير لطريقة تقديم الشارع المصري والحارة المصرية في لقطات معينة. السنة دي هل هم تداركوا هذه المواقف ولا لا؟ هي الفكرة مش في الانتقادات اللي بتوجه، يعني عادة الانتقادات دي حاجة هتلاقيها موجودة طول الوقت. في مساحات من الحرية بتوفرها وسائل التواصل الاجتماعي، ففي ناس بتحط آراء ممكن تكون الآراء دي يعني مش منطقية، فيها بعض العوار والأخطاء، لكن في طول الوقت في اتجاه كده ان هو يحمل الدراما الشعبية مسؤولية زيادة البلطجة او زيادة الجريمة، وده مش حقيقي. يعني ده حاجة المسلسلات اللي من النوعية دي ملهاش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بان هي تزود الحالة دي تحت اي ظرف. يعني على العكس، الاعمال دي بتبقى متاثره بالشارع، هي بتنقل صوره من الشارع وصوره مخففه، يعني عاده بيبقى الشارع بيبقى اقوى من كده واعنف من كده بمراحل. فالاراء اللي من النوع ده انا بشوف ان هي مش حقيقيه ومش مؤثره على الاعمال. الفيصل الحقيقي هو جوده العمل نفسه، وده حاصل يمكن نقدر نقول في عملين ماشيين بالتوازي مع بعض، اللي هو المعلم وحق عرب. المعلم واخد صفه واخد عفوا تيمه الانتقاد كبيره
طبعا بجانب اداء النجم مصطفى شعبان بسهر الصايغ في المسلسل. طبعا يعني بسهر الصايغ وطبعا احمد بدير، احمد فؤاد سليم، علاء زينهم، يعني في اسماء كتير، حسن العدل، ففي اكتر من اسم في المسلسل قدموا اداء جيد جدا. سلوى خطاب، انتصار، طارق النهري، منذر ريحنا، في اسماء كتير، ميران عبد الوارث، يعني حتى من الشباب ميران عبد الوارث مقدمه دور جيد جدا ومختلف تماما عن الصوره الذهنيه ليها اللي موجوده في عند المشاهدين وعند الجمهور. طب عند النقطه دي اتفضل يا فندم، اللي قدر السنه دي انه يغير جلده زي ما بيقولوا كده ويكسر صوره معينه بالنسبه لكل النجوم سواء السيدات او الرجال، مين النجم اللي انت شايف انه قدر يعمل ده ويغير؟ انا مثلا في رايي النجم ياسر جلال، يعني طبعا في جودر هو يعني ده تحدي كبير بعد مجموعه من الادوار التاريخيه والاجتماعيه ان احنا نشوفه في الف ليله وليله. هي الفكره عند ياسر ان ياسر طول الوقت في تحديات، يعني في لمس اكتاف كان حاطط نفسه في مساحه الرياضه ومساحه ان هو بيقدم، وكان مقنع جدا، قدم مسلسل شعبي، قدم مسلسل نقدر نقول ان هو ليه بعد سياسي اللي هو ظل الرئيس، يعني في تنوع طول الوقت في مسيرة ياسر جلال وصولا الى الف ليلة وليلة، وهي دي اللي فيها تحدي تاني، لان هو تقريبا بيقدم شخصيتين، هو باني اداء لكل شخصية بشكل منفرد، وطبيعة الشخصيتين مختلفتين تماما سواء كانت جودر أو شهريار. فالفكرة هنا إن الدور نفسه تحدي، وأنا شايف إن ياسر جلال طول الوقت بيغير جلده، يعني هو كان كمان عنده خيار صعب جدا في الاختيار، إن هو يقدر يخرج من عباءة التقليد وعباءة إن هو يطلع صورة جافة أو صورة بس بتعتمد على التقليد للأحداث التاريخية اللي عاشها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت كانت في فترة هالكة جدا. على العكس هو قدم أداء، يعني أنا شايف إن هو حيوي جدا، قدر يجيب روح للشخصية ويحط لها سمات انعكست على الشاشة والجمهور تفاعل معاه، فبالتالي هو طول الوقت عنده تحديات وهو بيتخطى التحديات دي، لأن هو في رأيي واحد من أهم الممثلين اللي موجودين على الساحة حاليا إلى جانب أسماء أخرى طبعا. يعني بس هو مين كمان غير ياسر جلال أنت شايف أنه قدر يكسر التوقعات؟ يعني طبعا كريم عبد العزيز، يعني كريم عبد العزيز قادر أنه هو قادر أنه يحببنا في حسن الصباح للأسف. هو مش بس كريم بكل كاريزمته والقاعدة الشعبية العريضة اللي موجودة عن مصر في مصر عند في حبهم لكريم وتقديرهم ليه كممثل، يعني مش بس اهتمامهم بيه كممثل عنده امكانيات وقدرات وموهبه، لا هو في محبه قدرات كمان تفوق اي قدرات كنا متوقعينها من كريم عبد العزيز، شفناها في حسن الصباح. دي حقيقة. بس هو كمان الشخصيه نفسها بتثير الاعجاب أو بتثير التقدير، بس في النهاية إحنا قدام سفاح، قدام إرهابي، يعني في نماذج كتير جدا على مدار التاريخ بتحظى بنفس الحالة المتناقضة دي، إن أنت بتحترمي هذا الرجل، بتحترمي ذكائه وفي نفس الوقت بتكرهي أفعاله. هتلر نفس النظام، هولاكو نفس النظام، قبلاي خان نفس النظام، فهي طول الوقت في سفاحين موجودين في التاريخ ودمويين جدا، ولكن هم كانوا أذكياء وكان عندهم صفات شخصية بتخليك على الأقل بتحترمهم أو بيكون في مساحة من الانبهار بالشخصية. لكن يمكن ده كان حاصل في النص الأول من المسلسل، وأعتقد أنه كان مقصود علشان تتربط حالة ما بين الجمهور وما بين الشخصية دي، عشان لما نشوف تفهم إزاي الناس بيكونوا مريدين بالظبط ليه بضلاله ده. ولما نتنقل للنص التاني اللي بيبتدي بقى عنفه وبتبتدي اوهامه هو كشخص تظهر، بيبتدي الجمهور ياخد الضد، يبتدي يتفاعل مع الشخصية بشكل، بياخد الصدمة وبيتفاعل. الحين المسلسل من الحلقة الأولى لحد النهاردة شادد الجمهور بشكل كبير، مسلسل الحشاشين من المسلسلات الـ30 حلقة اللي انت ما تقدرش تفوت، دي حقيقة ما اقدرش افوت المقدمة اللي بيقولها احمد الرفعي في البداية، لان دي بتؤثر على الاحداث، ويمكن كان الجمهور في الاول كان متغافل على النقطة دي، وده تسبب ان هم في اجزاء كتير جدا في الدراما وفي القصة ما فهموهاش بسبب ان هم تخيلوا ان المقدمة دي مش مهم. بس عايز اقول حاجة برضو، اضيف نقطة مهمة جدا في مسلسل الحشاشين، هي فكرة اظهار الجانب الشرير او الجانب السيء في شخصية حسن الصباح، كان عامل من العوامل الرئيسية في ان هي تظهر بهذا الشكل
هو الشخصية دنيا زاد اللي قدمتها الفنانة ميرنا نور الدين. بصراحة أدائها يعني أدائها مبهر، أداء فارق جدا وبمنتهى الهدوء والثقة الشديدة يعني. يعني وهي قدام كريم عبد العزيز يعني هذه الخبرة وهذا الكم من القلق وهي بتأدي قدامه مشاهد أنا شايف إن هي من الأفضل في رمضان. نجوم شباب كتير تألقوا في هذا الموسم هنتكلم عليهم، لكن استأذن حضرتك أستاذ رامي هنروح لفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا عن حصاد موسم دراما رمضان السنة دي. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان ومستمرين عن حديثنا عن حصاد موسم دراما رمضان السنه دي. والحقيقه كنا بنتكلم مع الناقد الفني رامي المتولي قبل الفاصل عن النجوم الشباب اللي تألقوا في رمضان وظهور قاعده الحقيقه من النجوم الشباب اللي اكيد السوق كان محتاج ده وشايفينهم متصدرين بشكل كبير، وده شفناه يمكن كان دي الحاله اللي بتنقلها المنصات قبل موسم رمضان، ويمكن كان ده تحضير ليهم بشكل كبير وكان استقبال الناس ليهم حافل جدا سواء من مسلسلات بالتو حالة خاصة. الحقيقة كان في يعني حالة من الفرحة بالنجوم شباب يتصدروا المشهد اتعززت في دراما رمضان، شايف ده ازاي؟ هي الحقيقة ان ده نتاج جهد بقاله اكتر من سنتين، في قاعدة اتبنت ومنهج واضح، خطة للعرض مستمرة من سبتمبر 2022. الشركة المتحدة تقريبا من الوقت ده بتعرض بشكل منتظم مسلسل أو مسلسلين شهريا، ففي الفترة دي كلها ظهر عدد كبير جدا من النجوم الشباب لقوا فرصة واثنين وثلاثة لغاية ما وصلنا لموسم رمضان 2024 اللي فيه أكتر من حوالي 22 مسلسل ما بين الأنيميشن وما بين المسلسلات اللايف أكشن بتنويعاتها كلها سواء كانت طويلة أو قصيرة. فالفكرة هنا أن العدد الكبير ده من المسلسلات كان محتاج نجوم، محتاج شخصيات، محتاج حتى فنانين خلف الكاميرات علشان المستوى المبهر ده يطلع. كل ده ما كانش هيبقى متاح لو ما كانش عندنا أوف سيزون متنظم، أوف سيزون في إنتاج مستمر وتكونت بنية تحتية للصناعة إحنا شايفين أثرها موجودة حاليا. لكن هي مش موسم ده، مش موسم رمضان 2024، ده نتاج الجهد اللي بقاله أكتر من سنتين. الأسماء ممكن تكون في موقع البطولة زي عصام عمر وأحمد داش، دي تقريبا نقدر نقول تاني بطولة لكل واحد فيهم. وفي الأدوار التانية زي محمد دمراوي، أحمد كشك في جودر، في أحمد عبد الوهاب في الحشاشين، أحمد كنت لسه أقول لحضرتك أحمد عبد الوهاب يعني في الحشاشين، في أحمد عبد الحميد، في أسماء تانية كتير يعني موجودة، في الأطفال يعني احنا عندنا الاطفال السنه دي في اكتر من مسلسل صحيح. في بابا جي وامبراطوريه ميم وفي كمان المعلم. ففي عندي اكتر من طفل حسن يعني عامل بهجه كبيره بالظبط، دي حقيقه دي حقيقه. فالفكره هنا ان احنا عندنا قاعده كبيره جدا والاسماء يعني خلت المنافسه قويه. عدد المسلسلات ده هل شايف انه في اعمال بعينها اتظلمت لو كانت عرضت بره الموسم كان ممكن تتشاف اكتر من كده؟ يعني نوعا ما، يعني انا مثلا شايف من الاعمال دي صيد العقارب، يمكن كان القصه فيها نوع من انواع التشويق وفيها مساحات من الحركه اللي بيحبها الجمهور، فكره الانتقام وصراع العائلتين، هي بتلعب على تيمة روميو وجولييت. طبعا بخلاف ان في تفوق في التمثيل عند اكتر من ممثل في المسلسل، محمد علاء جامايكا، محمد علي رزق طبعا عامل دور طبعاً عظيم جدا، يمكن واحد من افضل الشخصيات اللي قدمها ومن اصعبها على الاطلاق لان هو بيقدم شخصيه بتعاني من اعاقه جسديه، لكن شخصيته هي شخصية معادل للخير في عيلته.
وبيحاول طول الوقت ان هو يحل المشاكل بشكل سلمي. كان في اشادات واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي لان هو بصراحه اداؤه كمان كان قوي شخصيا, فلتتش منه خالص رغم ان هي بتتطلب اداء جسدي يعني نقدر نقول صعب جدا. صحيح. لكن هو كان متمكن وهو من العلامات المضيئه في المسلسل ده. فالفكره هنا ان في اعتقد المسلسل ده ممكن ياخد مساحه اكبر لو خرج بره رمضان. بس انا عايز كمان اشير لمغامره نقدر نقول ان هي مغامره محسوبه واتت نتائج جيده جدا, هي لحظه غضب. يعني لحظه غضب كان في خيار ان هو عمل اصلي الواتشت ويتعرض على المنصه فقط ما يتعرضش على الشاشه. وده نظرا لطبيعته, هو مسلسل كوميديا سودا. خلف الكاميرا احنا بنشوف مخرج في تاني تجربه ليه, هو عبد العزيز. كان عامل حاله خاصه ودلوقتي عامل عبد العزيز النجار عامل لحظه غضب. محمد مهاب كاتب السيناريو بتاع لحظه غضب برضو مع عناصر عندها خبره زي محمد شاهين وصبا مبارك وصفوه وعدد اخر من الممثلين في العمل. العمل نفسه والبيئه بتاعته وشكله وطبيعته مناسبه اكتر ان هي تكون موجهه لشريحه الشباب اللي بيهوى النوعيه دي من بالظبط. فانا شايف ان هي كانت برضو مغامره ان احنا نحمل على المنصه فقط, ما نروحش ناحيه التلفزيون, ونوجه مسلسل للجمهور الخاص بالمنصه, نعمل له حاجه سبيشال ليه. ودي نجحت اعتقد لحد كبير, ويمكن من التجارب السابقه على منصه واتشت ونجاحها وصداها الكبير كان عندهم الجرأه انهم يعملوا بالظبط في حقيقة. موسم رمضان. انا بشكر حضرتك, شكرا جزيلا. الناقد الفني رامي المتولي, شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لحضرتك يا فندم. دلوقتي كده وصلنا مع حضرتكم لنهايه حلقتنا, دايما نشوفكم على الف خير, وكل سنه وحضراتكم طيبين.